معي عبر الهاتف اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية، وده بالعودة طبعا للخبر الذي أثار مخاوف لدى الكثيرين النهاردة حول الانفجار في مدينة نصر. سيادة اللواء، أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك. أولا لو حضرتك تحطينا في صورة إيه اللي حصل بالظبط الصبح، وإيه موضوع العبوة محلية الصنع، وإيه اللي جابها في حديقة في وسط منطقة أهلة بالسكان وفيها مدارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو تبلغ لنا حدوث انفجار حريق في شارع خليفة الظاهر، بالمعاينة تبين أنه كان في عبوة بداية الصنع كانت مزروعة في الحديقة الوسطى من شارع خليفة الظاهر، عبوة بدائية انفجرت ولم يحدث منها أي إصابات أو أي قتل، الحمد لله رب العالمين. يعني هي عبوة حد حطها في هذا المكان بغرض وسابها تنفجر في أي وقت في وجه من تنفجر في وجهه؟ في أي وقت بهدف إنه يعمل ذعر بين المواطنين. يعني طب حضرتك لو تشرح لنا يعني إيه عبوة بدائية الصنع؟ يعني ممكن تكون معمولة مثلا في أحد المنازل، إيه الطريقة اللي بتخليها تنفجر؟ ليه انفجرت بالذات في الوقت ده؟ حضرتك يعني بداية الصنع يعني ما فيهاش تقنيات حديثة، ما هياش فيها مواد مفجرة كتيرة، يعني العبوة صغيرة الحجم، ما نقدرش نقول عليها عبوة ناسفة، لا عبوة بسيطة، عبوة بسيطة وبداية الصنع. أيوة يا فندم، يعني حاجة تتكلم في حاجة ممكن تكون مألوفة، إزاي أنا كمواطن عادي ما عنديش علاقة بهذه الأجسام ولا القنابل محلية الصنع أعرف إن دي يعني كان ممكن لا قدر الله إن طفل مثلا هو اللي يلعب بهذه العبوة ويجرى له حاجة، فإيه النصايح اللي حضرتك تقدمها للمواطن عشان يتعرف إن دي مصدر قدر وما يقتربش منها أو يعمل إيه؟ اللي حضرتك بتريده يا فندم هو الهدف ان هو يعمل مثل هذه النوعيه بين القنابل البسيطه، ان يعمل حاله ذعر بين الساده المواطنين، ان الساده المواطنين ينتبهوا من الذعر من اي حاجه موجوده في الارض، اي حاجه موجوده في الشارع، يشك ان هي عبوه، هو ده الهدف اللي هم عايزين يوصلوا له، اشاعه الذعر بين المواطنين. اي فندم، لكن اللي حصل ان دي كانت فعلا في منطقه سكنيه وكان في مدارس وكان ممكن طفل هو اللي يروح ضحيتها، الحمد لله انا ما حصلش اي اصابات، ازاي نتجنب مثل هذه الاصابات بعيدا حتى عن الزهر؟ ازاي حضرتك لو بتقول لنا نصايح ارشاديه نعرف ان ده جسم مريب، ايه ملامح الجسم المريب عشان ما يحصلش زعر مبالغ فيه وفي نفس الوقت ما تحصلش لا قدر الله اي حوادث مماثله؟ ان احنا بنحتاط للاماكن التعليميه، المنشات التعليميه، المنشات الصناعيه، ان احنا بمداومه المرور بنشوف في اي حاجه غريبه في المكان، عربيه متروكه بقى لها فتره، اي مظاهر، علبه، صندوق، بس كل اللي بارجوه ان حضرتك شكيتي في ان ديت عبوه ارجوكم ما تتعاملوش معاها. ايوه فن ازاي نشك؟ يعني حضرتك بتكلم مواطنين مش عارفين يعني ايه عبوه محليه الصنع، انا اعرف ازاي انا كمواطن ان الصندوق ده فاضي وعادي او صندوق فيه ممكن يكون يكون قنبله بدائيه الصنع؟ مش هينفع يا فندم في خلال دقيقه ان انا اقول يعني ايه عبوه واشرح يعني ايه عبوه للساده المواطنين، يعني في دقيقه او دقيقتين ان انا اقول يعني اشرح على الاقل حتى حاجه للاسترشاد حتى نتجنب الحاجه غير المالوفه، لكن لا اقدر اقول الجمله اللي اقدر اقولها لحضرتك، الحاجه الغير مالوفه في المكان، الحاجة الغير مألوفة في المكان، يعني ألاقي مثلا واحد جاي راكب موتوسيكل بجوار مدرسة، واحد سايب العربية بتاعته في بجوار تجمع سكني، يعني حاجة غير مألوفة في يعني في المكان نفسه. طب إيه النهاردة اللي كان غير مألوف بخصوص أقول لحضرتك شنطة مدرسية جوه مول مثلا، شنطة مدرسية جوه مول، هل دي حاجه مألوفه ان احنا نشوف شنطه مدرسيه مرميه جنب مول؟ يعني هو الحقيقه في اجراءات السلامه في كل حته في كل المنشات ان ما فيش اصلا شنطه تبقى متروكه تحت اي سبب. احنا لو دخل جوانا الزعر من ان كل حاجه في الشارع او كل حاجه موجوده في الشارع يعني دي عباره عن عبوه او يعني لا يا فندم، مش عايزين نعمل زعر لساده المواطنين، انا كل اللي بارجوه من ساده المواطنين بارجوه شكيت في اي حاجه لاي سبب من الاسباب ارجوك اتصل ب 180 او 122 180 او 122 وانا بكرر مره ثانيه هي موجوده شكيت، يبقى كتر خيرك لو انت اتصلت ب 180 او 122 وبلغ قول انا مشتبه في احنا جاهزين 24 ساعه 365 يوم في السنه جاهزين في اي وقت للانتقال ولا نكل ولا نمل من مثل هذه البلاغات. انا بشكر حضرتك سياده اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم. بارجو من الساده المواطنين بارجوهم ان الله لا قدر لو تعرض لمثل هذا الانفجار الا يعبث بالمصر بالاثار المترتبه في مكان البلاغ.
اي حاجه موجوده في مكان البلاغ يسيبها زي ما هي، يسيبها زي ما هي، ما تحركهاش من مكانها. في ناس بتحاول بطريقه ايجابيه ان يقول ايه يا فندم اتفضل الحاجه دي لقيناها موجوده، سيبها زي ما هي في مكانها، محدش يتبرع يعني ويحاول ان هو يساعد. اي فندم، لان بعد الشيء اللي لقاه دوت عن مكان الانفجار ده بيساعدنا احنا لتفسير حاجات كتيره جدا. في اي حاجه ثانيه حضرتك تحب تضيفها يا فندم؟ في اي نصايح ثانيه او ارشادات تحب تضيفها حضرتك؟ بطمن الساده المواطنين وارجوهم ان يعني ما نخليش الطرف الاخر ينجح في اشاعه الظهر بينا. بلدنا امنه وان شاء الله ان شاء الله هتعدي على خير باذن الله. باذن الله ان شاء الله يا فندم. انا بشكر حضرتك سياده اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحمايه المدنيه، واعتقد ان نصائح الامهات القديمه ممكن تكون مفيده بعض الشيء في ده. طول عمر الامهات بينصحوا اولادهم لو لقيت اي حاجه انت ما تعرفهاش ما تمدش ايدك عليها، ما تمسكش حاجه من الارض، يعني يمكن تكون دي بعض الارشادات اللي نقدر نقولها على الاقل للاطفال او للصغار اللي ممكن الفضول يدفعهم للعبث باي اشياء، بالاضافه طبعا للنصائح المهمه اللي قالها سياده اللي هو دون إثارة ذعر أو وضع الأمور في حجم أكبر من حجمها.